دعاؤه عليه السلام إذا أحزنه أمر. روي أن علي بن الحسين عليهما السلام كان إذا أحزنه أمر لبس أنظف ثيابه وأسبغ الوضوء وصعد على سطحه فصلى 4 ركعات، يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت، وفي الثانية الحمد وإذا جاء نصر الله، وفي الثالثة الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحد، ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق أبواب السماء للفتح انفتحت، وإذا دعيت بها على مضايق الأراضين للفرج انفرجت، وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على أبواب العسر لليسر تيسرت، وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على القبور للنشور انتشرت. صل على محمد وآل محمد، واقلبني بقضاء حاجتي. قال علي بن الحسين عليهما السلام: إذن والله لا يزول قدمه حتى تقضى حاجته إن شاء الله تعالى.